احنا اليوم كلياتنا حتى وصلنا لأماكننا بالقاعة اضطرينا نتخذ مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات ما منتبهين عليها أصلا. فقت الصباح، أكدت من الأخبار على الفيسبوك قبل ما أقوم من التخت، فطرت، نظفت أسناني، تأكدت من الطقس رح أخذ معي شمسية أو لا، احترت شو بدي ألبس ثياب، هذا القميص بالغسيل، هذا البنطلون بيمشي حاله، وقفت على المراية، رتبت شعري، اخترت عطر مناسب وطلعت من البيت. يا ترى رح أوصل على الوقت؟ إذا عندي سيارة رح أروح فوراً، بس رح أتأكد من البنزين قبل، أو رح أخذ تاكسي، باص أو سيرفيس. الأسهل من هيدول كلياتهم هو إنه أنا وموجود بالتخت من أول مرحلة حط نظارة وبكبسة واحدة بس أنا موجود هون بالزمان والمكان المناسب. هذا الشيء اللي بنسميه العالم الافتراضي الجديد أو الميتافيرس. الميتافيرس هو عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد مرسوم باستخدام أجهزة الحواسيب، ومنقدر ندخل على هذا العالم من خلال نظارة الواقع الافتراضي أو أجهزة تانية ممكن نشوفها بالمستقبل. ممكن نقعد، نجتمع، نحكي من دون ما نتحرك من مكاننا، نشتري، نبيع، نسافر، نتعرف، نتجول، حتى نحس ونلمس ونشم الروائح ونحن موجودين بغرفة صغيرة بس. هذا الأمور كلياتها ومع سرعة أقل ما يقال عنها أنها لحظية. الموضوع ما بس رفاهية أو ألعاب، فمثلاً ببساطة ممكن نجتمع ضمن مكتب افتراضي وننجز كل شغلنا سوا. وإذا عم نحكي على المدارس ممكن نعمل صف افتراضي وما بقى نروح لا على الجامعة ولا على المدرسة. الموضوع أبداً ما جديد. لا، في كتير شركات عم تشتغل بالموضوع، وأساساً الخطوط الأولى مرسومة من لما طلع ستيف جوبز على مسرح أبل بـ 2007، دمج إمكانية الاتصال مع الوصول للإنترنت مع استخدام الميديا ضمن جهازه الجديد وقتها يلي هو الآيفون. شركات كبيرة عم تنافس بالمجال، مايكروسوفت وفيسبوك عم تدفع مليارات الدولارات حتى توصل هاي الخدمة بطريقة سهلة وسريعة وتصير متناول للكل. الحقيقة الموضوع أبداً ما هو بعيد، فمثل الفيديو التالي يلي بيمثل قفاز نشرته ميتا ريالتي لابس خلال الأيام الماضية بيقدر ينقل الأحاسيس من الأجسام الملموسة بالواقع الافتراضي لإيدي كأني عم ألمسها بالواقع الحقيقي. هذا الشيء اللي رح يخلينا نتفاعل بشكل كامل وبكل أحاسيسنا مع أي جسم بالواقع الافتراضي. ما بس حتى الأشياء، ممكن توصل الأمور لتواصل مع أشخاص مثل ما عم نشوف بالفيديو. طيب، بس قبل كل هيدي الشغلات ممكن نشوف كيف كانت حياتنا من قبل. قبل كام سنة على الأقل كنا نطلع، نجتمع، نقعد مع العيلة، نحكي وش لوش ونتفاعل مع بعض بطريقة جدا سليمة. أما اليوم وحتى مع الشكل الحالي بس للسوشيال ميديا والواقع الافتراضي، نحن ببساطة منبعت رسالة أو منكتب منشور، هذا كلياته ونحن عم نستخدم شاشة موبايل بس. كيف رح تتحول كل هاي الأشياء إذا صرنا كل حياتنا ضمن هيدا المجال؟ ببساطة رح نكون كتير كتير مقيدين. فحسب إحصائيات بـ 2021 تموز ومع الشكل الحالي للتكنولوجيا بس، بتقول إنه أكثر من 70% من الأشخاص بالعالم تستخدم الإنترنت، وأكثر من 50% بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء بيشكل 15% من الوقت اللي منكون فيه صحيانين ونحن عم نستخدم السوشيال ميديا. الموضوع بيشكل 10 مليار ساعة استخدام باليوم. هذا الشيء يعني 12 مليون سنة من الوجود البشري. نحن ملايين السنين حتى صرنا بشكلنا الحالي والتطور البيولوجي الحالي. خلال زمن كتير قصير وبسنين جدا قصيرة عم ننسف كل هيدي التغيير وعم نغيره كل قواعده. الشكل بيشبه جسم كتير بطيء وجسم كتير سريع عم يصطدم معه.
هذا الشيء حتما رح يخلق تشوه بالعالم الحقيقي إذا ما قدرنا نتعامل معه بطريقة سليمة. رح نكون أمور سلبية كثيرة عم نواجهها. الشركات كلياتها اللي رح تقدم الخدمة رح تكون مسؤولة عن كل شيء بيتعلق فينا، معلوماتنا، أفكارنا، نشاطاتنا، حياتنا كلياتها رح تكون ملك لهي الشركة. هذا الأمر يلي بيخلق كثير قلق عند الأشخاص من توجيه الآراء سواء كانت السياسية، الدينية والاجتماعية يلي ممكن تطرحها هي الشركات من خلال إعلانات مستهدفة أو من خلال أفكار تانية. والخطر الأكبر هو الانعزال اللي ممكن يصير مع الشخص، لأنه ببساطة أنا بهرب من العالم الحالي وبروح بغرفتي لعالم الافتراضي، الشيء اللي ممكن يسبب آثار كتير سلبية مثل اكتئاب، قلق وسمنة. علاوة على كل هاي الأمور، ما بدنا ننسى ونغفل كتير من المهن اللي كنا نشوفها من قبل ما بعد نشوفها حاليا، بيع الجرائد، المطابع ودور النشر، حتى البريد الورقي العادي، كلياتها مهن عم تندثر أو اندثرت. بس بالمقابل رغم كل هيدا الشيء ما فينا نغفل أبداً الفرص الكتير ضخمة اللي صارت برا هيدي الثورة التكنولوجية، ما فينا نغفل أبداً فرص العمل الجديدة والحلوة وفرص العمل الجداً مربحة. أكيد معنا أشخاص موجودين بيشتغلوا ببرمجة الويب وتطبيقات الموبايل، هذا الشيء كلياته موجود خلال هالكام سنة، والشركات كلياتها عم تتجه بالأيام اللي جاية وبالأشهر القليلة اللي جاية أنه تتوجه تصنع تطبيقات تتعامل مع العالم الافتراضي بدل التطبيقات التقليدية اللي عم نشوفها بالعالم الحقيقي. أنا أحمد بشتغل مهندس برمجيات ومتخصص ببرمجة تطبيقات الموبايل من 6 سنين تقريباً. البداية كانت صعبة، فيها مطبات كثيرة، فيها خطوط كثيرة لازم الواحد يجتازها أول شيء، وخصوصاً مع عدد كبير وكم هائل من المعلومات لازم الواحد يتعلمها مع أساسيات كثير تفصيلية. ولأنه هذا المجال كثير لازم الواحد يكون حذر ويتعامل معه، قررت أنا والفريق اللي عم نشتغل معه أنه ندخل هذا التحدي. حالياً عم نشتغل على تطبيق جديد بيشتغل بالواقع الافتراضي رح يمكننا كلياتنا نحن موجودين هون فرضاً أنه نزور قلعة معينة أو أي مكان سياحي أو أثري، نتعرف على كل التفاصيل، نعيش أجواءه بالزمن اللي بدنا إياه ونتعرف عليه بشكل كامل. نتأمل أنه هذا الأبليكيشن يكون دافع وحافز لكثير تطبيقات جديدة ممكن نشوفها لقدام، وأنه يساعد سواء كان من ناحية السياحية، الاجتماعية وحتى الثقافية والتعليمية. الشيء اللي حابب أخبركم إياه بالأخير أنه عالمنا جداً عم يتغير وبطريقة جداً سريعة، والخيار رح يكون لكل شخص فينا حتى يختار واحد من اثنين، إما أنه يبعد عن هذا العالم الافتراضي بشكل كامل ويضل بعالمنا الحقيقي الجميل اللي كثير منحبه. بنفس الوقت ما فيني كثير أتوقع كيف ممكن تكون حياته وقتها، ممكن العالم تنظرنا أنه مثل ما بننظر هلأ لقبائل الأمازون مثلاً. الخيار الثاني هو أنه ندخل هذا السباق ونكون موجودين بالعالم الافتراضي، بس رح نكون كثير حذرين حتى ما نكون سلعة لهذا العالم. لا أبداً، نحاول قدر الإمكان نكون منتجين ونتعامل معه بطريقة صحيحة، والخيار لكل واحد فينا. شكراً.